طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، كيف الحال؟ الله يعطيكم العافية. اليوم هاي ثاني محاضرة لشعبتكم، أو يعني شعبة واحد وأربعة بالأسبوع هذا. والأسبوع هذا راح المحاضرة هاي راح نبدأ فيها شابتر جديد، أو زي ما حكيت هو مش شابتر حقيقة، هما يعني سكشنز. تمام، فمثلا هو فعليا تقريبا هذا والشابتر الماضي واللي قبلي كلهم شابتر واحد بالكتاب، فما يخوفكم كلمة إن والله صرنا قاطعين سبعة شابترز، هم لا ثلاث مثلا أو أربعة بالكتاب، بس إحنا مقسمينهم يعني سلايدات مختلفة عشان يظل كل موضوع منفصل، وما يكون مثلا والله عندك سلايدات واحد ألف بنف واحد ألف سلايد وفايت مليون موضوع، لا يكونوا صغار لتحس حالك عارف إيش اللي كل موضوع عن إيش بحكي. تمام، فالمهم اليوم راح نبدأ يعني سكشن جديد اللي هو راح نبني على الأشياء اللي حكينا عنها المحاضرتين الماضيات. تمام، بس قبل ما احكي عن هذا الموضوع بس بدي اناونسمنت اكد عليكم. الاول انه او اهم شيء انه في الكويز راح يكون يوم الجمعه الساعه 8:30. وعليكم السلام، تفضلوا. طيب، انه راح يكون عندنا كويز الساعه 8:30 يوم الجمعه. الكويز راح يكون شامل أنا كنت حاكي لكم من زمان إنه راح يكون أول ثلاث شابترات أو أول ثلاث سلايدات يعني، بس الهدف منه إنه تدرسوا، فعشان هيك قلت إنه ممكن ما راح يقديكوا الوقت تدرسوا ثلاث شابترات، فخليناهم إيش شابترين، والشابتر الثالث اللي هو يعني سكيدولينج راح يكون له كويز منفصل غالبا الجمعة اللي بعديها. تمام، بحيث إنه يكون معاك أسبوع كامل تدرسوا لحاله. طيب، لأنه هذا يعني سؤال مضمون بالامتحان راح يجي على موضوع السكيدولينج، وبرضه الأشياء اللي راح نحكي عنها اللي حكينا عنها بشابتر 1 و 2 برضو راح يجي عليهم أسئلة زي ما راح تشوفوا بالكويز. أوكي، فهذا الأناونسمنت الأول. عنده أي سؤال؟ أيوة، يقودنا إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية إنه المد تحدد اللي هو راح يكون يوم 23/12 يعني بعد شهر وشوي. تمام، شهر وجزء وعشرة أيام، فطويل كثير، فهو فعليا قبل الفاينل بشوي. اوكي، فانا الامانه لسه قاعد بفكر بالموضوع. تمام، المنطق دائما ايش بنعمل؟ الميد لحد ما نوصل الاصل يعني، دائما الميد يعني ممكن انقص محاضره كذا، اما بالعاده يعني بيكون مرتبط بوين وصلنا. اوكي، بس المشكله لو بدي اعمل على الديفولت هذا حاسس كذا يكون الوضع صعب عليكم، انه يعني راح تكون تقريبا الماده كلها يعني، بس بجوز راح عليه يعني بس في محاضرتين ثلاث زياده للفاينل. اوكي، فهذا شوي مخليني متردد اعمل الحركه هاي. فالخيار الثاني انه مثلا انا دائما بحب الميد يكون بعد شابتر معين. اوكي، بالعاده يعني انه مو الماده مقسومه اقسام، راح تشوفوا بعد ما نخلص الموضوع هذا راح تشوفوا راح نبدا بشيء شوي منفصل، فاحنا بالعاده بحب انه الميد اخليه لما ننتقل يعني، خلاص تكون موضوع معين واحد تدرسه بامتحان واحد. فممكن اعمل هيك، اقول بغض النظر عملت الامتحان خلاص الميد وقفنا هون، وايش بناخذ بعد هذا مش داخل بالميد، هذا بالفاينل. لكن وين خطوره نقطتين، وهذا اللي مخليني متردد شوي اعمل الحركه هاي. النقطه الاولى انه فعليا لما يجي موعد الميد اللي بعد شهر من ماتيريال جديده مش داخله، راح تكونوا اصلا نسيتوا الاشياء اللي حكينا عنها اللي داخله بالميد، فما راح تزبطوا كويس بالميد. والخطر الثاني بهالحركه انه في نسبه من الطلاب راح يعملوا العكس، اوكي هذا مش داخل بالميد بفعل وضعيه الطيران وخلص ما بيكونش معاي بالمحاضره بالمره لانه هذا مش داخل بالميد للفاينل بفرجها الله. تمام، فهي الايش السلبيه الثانيه، فمشان هيك لسه والله مش عارف يعني ايش بدي اعمل، بس لو وقت الميد ان شاء الله بصير فرج. اوكي تفضل. اوكي، الميد عباره عن كوزات. هو انا اللي بدي اعمله اسعه، هو ما بقدر اشيل الميد. اوكي، يعني لازم قانون الجامعه اللي بعرفه لازم يكون في شيء اسمه ميد. طيب، بس وين المرونه اللي عندي انا؟ قديش الوزن تاع الميد؟ فانا اللي مناوي اعمله، وهذا السبب هذا بقودنا انتم يعني ماشيين معي صح للنقطه اللي بعديها، انه الهدف من الكويزز هذول تلاحظين قديش صارنا بجوز شهر وشوي مداومين ما عطيتش ولا كويز. كنت ناوي قلت خلاص يعني سمعت انه عندكم كويزات كثير، ناوي ما أثقلش عليكم أنا كمان بكوزات، قلت خلاص خليها على assignments أو يعني كوزات قليلة. لكن الهدف اللي رجع لي الكوزات، وبجوز أصير كل أسبوع كويز أو مثلاً أصير أعمل كوزات more frequently،
عشان انه بدي تمتحنوا كوزات كثير وما يعني ما يكون مثلا واحد بس كوز واحد او كوزين راسك بوجعك في هذا اليوم راحوا عليك تخسر علامتهم كلياتهم، لا يكونوا 4 5 6 بحيث لو راح واحد عادي اوكي، او حتى ممكن احذف اقل واحد اوكي. بس وين الحلو بالموضوع؟ هذا راح يخلي علامه الكوزات عندكم عاليه نسبيا، فاذا قررت ان المد اخليه بدل ما هو 25 10 واخلي الكوزات تصير من 25 راح يكون انتم اصلا مزبطين بالكوزات فبتطلع انه اموركم كويسه. لكن لو انتم مش مزبطين بالكوزات وقتها طب اوكي بدي اخلي المد من 10 شو اللي بدي ازيده مشان يعوض ال 50 علامه؟ ما في شيء ثاني فهمت. فهو يعني الكوزات انا عاملهم اولا عشان اشجعكم تدرسوا اول باول، وهذا هو هدف الكوزات بشكل عام، لكن برضو عشان وضعكم شوي يعني كريتيكال موضوع المد تاخر وكذا، فبدي نحاول انه اذا لقيت حالي قدامي العلامات مش كويسه بالمد لا سمح الله الاقي شيء ثاني اعوض عليه تمام. فبدي ايش يعني ساعدوني اساعدكم، طيب ساعدوني انه ادرسوا على الكويزات واخذوهم سيريس، لانه قد يكون يعني انت انظر للكويز انه هذا عباره عن مد، لانه قد ينتهي الموضوع انه يصفي على هم الكويزات من 25 فبس انه كانه قسمناه فصار كل كويز من 5 مثلا، فانت كانك امتحنت المد على جرعات يعني على الدفع وانت بدارك ومرتاح وكذا، فيعني إشي احسن زي كاني الغيت المد خففته. هذا اللي بحاول قاعد اعمله، بس راح يضل عندنا مد ما في نقاش وحجز قاعه وخلص كل شيء، بس وقتها بنخليه من 10 مثلا من شيء. بس كل هذا الدسكشن انا يعني بعد ما تخلص يخلص الفصل اشوف قديش جايبين بالاساينمنتات، قديش جايبين بالكويزات، قديش جايبين بالمد، ان شاء الله ممكن تزبطوا بالمد وخلص وتريحوني ما احتاجش المعادلات هاي كلياتها تمام. لكن لما يطلع قدامي كل الارقام ان شاء الله راح يعني بوعدكم انه راح يعني اتوقع صرتوا شايفين كيف يعني كيف فلسفتي بالتدريس، ان شاء الله راح احاول يعني الشيء اللي بيزيد يعني بيكون وضعكم افضل ما يمكن تمام. يعني احنا جايين اصلا عشان انه انتم تستفيدوا وتتعلموش مشان نختبركم يلا غلطوا نخصم له علامه، لا بالنهايه احب على قلبي يكونوا كلياتكم جايبين A بلس يعني ما في شيء تمام. هذا عنده اي سؤال ثاني؟ طيب فاذا الكويز اميت يوم الجمعه الساعه 8:30، طبعا انتم اللي اخترتوا الموعد هذا اللي فهمته بناء على يعني تصويت معين. انا لو الي ما بحبش اجيب كوزات او اي شيء بالويك اند يعني انه هذا الكو المواد عندنا، كل المواد طب هذا انتم كل اسبوع بتكرروا الكويزات هذول؟ لا سبحان الله اول مره اول مره والله لابي يعني بدرس لبيري نفس الأسبوع، واحد الكويز والزين، واحد اللاب الحالي واحد اللاب الماضي. يعني بري وبوست قصدك عادي هذا دائما هيك لاب واحد والزين المهم القصد انه المرات الجايه احنا الديفولت راح يكون دائما يوم الجمعه الساعه 8:30، بس انا بكون حاب اكثر لو كان مثلا يوم خميس او شيء زي هيك انه يكون وقت يوم دوام ما ندخل على يعني حياه الطلاب مبدئيا، الا اذا الفصل مثلا الاسبوع الجاي ممكن نخليه يعملوا تصويت ثاني ونشوف اذا عندكم موعد افضل. انا كنت مفكر انه الكوزات هذول اصلا اسبوعيه عندكم فكل الوضع راح يكون اصلا صعب دائما كل الاسابيع، لكن اذا الاسبوع الجاي يوم الخميس مثلا بناسبكم اكثر او ما فيش تعارض معاكم بالخميس لا احسن، هو بالنهايه اونلاين الكويز كلياته فيعني ما في داعي يكون عندك جي على المحاضره او اي شيء. هاي ان شاء الله يعني بتعمل لكم تي اي فوتينج وبتختاروا اللي بدكم اياه ما في مشكله. احنا انا بالنهايه بحط الكويز اسا يعني ما عندي مشكله بحطه، بس بغير تايم امتى ينفتح يعني، فانا مش يعني مش زعلان عادي شو ما كان الموعد اللي بدكم اياه عادي، بس انه اهم شيء انتم تكونوا مبسوطين بالمواعيد تمام. حد عنده اي سؤال ثاني؟ طيب اليوم المحاضره اليوم راح نبني على الأشياء اللي حكينا عنها بالمحاضرات الماضية، فمحاضرة اليوم كثير مهم تكون مستحضر معاي الأشياء اللي تعلمناها بالمحاضرة الماضية اللي هي يوم الاثنين والأربعاء الماضي وكذا تمام. إحنا اللي تعلمناه لحد الآن إذا بتتذكروا آخر شابتر كان الريس كونديشن صح؟ مين أول شيء حكينا عن الكونكرنت بروغرامينج صح؟ مين بيذكرني إيش كان الكونكرنت بروغرامينج؟ كونكرنت بروغرامينج هل شرحتها
محاضرتكم أنتم الأربعاء الماضي يعني محدد أو الثلاثاء الماضي. أيوة إنه يعني more formally إنه عندك one two or more threads running in parallel or pseudo parallel. وعرفنا الفرق بين pseudo parallel و parallel إنه ممكن يجي بالامتحان الفرق بيناتهم. وكمان يكون في بيناتهم shared memory صح؟ وأكون ما عندي أي expectation مين أسرع عن الثاني. فبصير عندي إنه الاثنين راح يتسابقوا كأنه ريس على shared memory هاي، وأنا ما بعرف مين راح يفوز. فممكن يصير عندي إيش هذا، هاي تعريف بعدنا إيش concurrent programming. طيب أو الكونكرنسي، الكونكرنسي بتأدي للريس كونديشن اللي هو أسرع بلشت أعرفه. الريس كونديشن إنه عندي shared memory وبصيروا يعملوا عليها إيش racing. بس كتعريف حقيقي للريس كونديشن، مين يتذكر اللي حكيناه قلت لكم ركزوا عليه هذا ممكن يجي بالامتحان، إيش الريس كونديشن تعريفه؟ اللي هو whenever the output depends on the precise execution of the threads. يعني الاوتبوت النهائي بيعتمد على ايش ترتيب الاكسكيوشن تاع الثريدز. زي ما شفنا بالمثال اللي كان معاكم اي بلس بلس واي ماينس ماينس ورا بعض، مره طلعوا اربعه مره سته مره خمسه، وما كان في اي طريقه اني اعرف راح يطلع اربعه ولا سته ولا خمسه صح، لانه ما في بريدكشن على الثريدز اصلا. لو اعمل اكسكيوشن له 100 مره كل مره راح يطلع جواب مختلف. اوكي، فهذا اسمه ريس كونديشن، انه الاوتبوت النهائي بيعتمد على الترتيب اللي صار عليه الثريد، وانا ما عندي توقع على الترتيب فمشكله هاي. المفروض البرنامج يكون يسموه ايش ديترمينستيك، انه انا بشغله مره او بشغله 1000 دائما راح يطلع لي نفس الجواب. زي الفيسبوك مثلا، اذا كبست على كبسه اللايك تخيل مره كل مرتين ممكن يعمل شير مش لايك او يعمل كومنت، ما بصير خلاص انه انت كبست فوق بيطلع معك اوتبوت معين. هذا نفس الشيء، هم ما عندهم ريس كونديشن لانهم ايش اشتغلوا صح. كيف حموا الريس كونديشن؟ كيف مشكله الريس كونديشن نحميها؟ هذا كله انا المحاضره الماضيه واللي قبليها. كيف الريس ايش باللوكس؟ اللوكس ايش الهدف منها؟ انها ايش بتعمل لي فيك مصطلح ايش بلوك؟ بس في مصطلح حلو، ثريد واحد بيشتغل مع بعض، ايش اسمها هاي المصطلح؟ بدي تعرفوا هذا يعني افكار فلاش، وبقول عم نشرح ايش يعني فلاشات. ايوه، هو بالامتحان بيكون هيك في فلاشه صغيره هيك فراغ مكتوب عبي فيه ايش الكلمه هاي. ميوتوال اكسكلوجن، ميوتوال اكسكلوجن هذا معناته انه وان ثريد ات ا تايم بيكون موجود. موجود وين؟ موجود وين؟ لا، وين بيكون موجود الثريد ات ا تايم؟ ايش في مصطلح انا يا جماعه بدي هذول لازم تركزوا عليهم، هذول مصطلحات علميه يعني ما بصير حدا يكون مثلا بيشرح والله هذا بحطه ومش عارف بيجي هيك لا احنا بنحكي يعني هندسه بالكريتيكال ايش سكشن. ممتاز، بالكريتيكال سكشن. فاحمد صح، ممتاز يا احمد. الريس كونديشن بنحله عن طريق اللوكس، اللوكس بتعمل ميوتشوال اكسكلوجن للكريتيكال سكشن تمام. هذا ولا شيء اختراع ذره، كل هذا حكيناه بالمحاضرات الماضيه تمام. وحتى يعني عشان ما تقولوش ما حضرتش الريكوردينج، عملنا المحاضره هون الثلاثاء الماضي كان حكي هذا حكيناه. طيب واضح هذا الساعه كله هذا نظري، صار راح ندخل نطبق عليه بالمحاضره هاي يعني. اوكي، فانه لازم هاي الاشياء كلها تكون ايش فاهمينها تمام. وحكينا اللوك كيف بنحل في ايش هو اللوك بيعمل، بيعمل ميوتشوال اكسكلوجن، انه بصير كل شيء بين اللوك والانلوك زي كانه اتوميك. شو يعني اتوميك؟ انه بتنفذ قطعه واحده، ما بصير انتربشن بالنص. لكن الاي بلس بلس شفنا لحالها بدون لوك وان لوك صار في مقاطعه صح بالنص بيناتهم، متذكرين هالاشياء تمام. طيب اليوم محاضره اليوم على فكره هي بتبني على كل شيء حكيناه بالمحاضرات الماضيه. اوكي، فزي ما نقول اللي ما فهم المحاضره الماضيه ممكن يغلب معي شوي، هاي من جهه. لكن من جهه ثانيه، وهذا انا اللي بلاحظه صراحه محاضرة اليوم، مرات كثير في أشياء أنت بتكون حاس حالك مش فاهمها كويس، لكن لما تأخذ الإكزامبل تاع اليوم وتركز معاي فيه راح تتوضح تمام. فبالعكس ممكن فرصة اليوم أنه في أشياء أنت حاس حالك مش فاهمها، أو الأسوأ أنك حاس حالك فاهمها بس أنت فعليا مش فاهمها صح، اليوم راح تتوضح أكثر. أوكي، فبدي نركز الشابتر في هذا أكثر من إكزامبل، إحنا راح نأخذ يا واحد يا اثنين
نمشي فيهم شوي شوي نشوف وين الريس كونديشن وليش بصير الريس كونديشن ونبني عليه. تمام؟ احنا بالاكزامبلز الماضي اللي اخذناها كانوا مش منطقيين انه اي بلس بلس مثلا. ما في برنامج بالعالم بيعمل اي بلس بلس. تمام؟ بس لحاله. لكن فعشان هيك زي ما تحكي كان الحكي مش موتيفيشن كثير الكو. لكن اليوم لا، راح نعطي كود حقيقي لإشي عن جد موجود ونشوف كيف راح احنا نعمل الكريتيكال سكشن تاعه، راح نلاقي المشاكل ونحلها ونخليه يصير صح. تعدين؟ نعم. اياها اسعى كل حال اللي هو قصدك البيزي ويتنج بتهيئ لي كان لا هذا اقول خلينا هاي ممكن اجاوبك اياها باوفيس اور او شيء زي هيك اذا بتيجي عليه اي وقت، لانه عادي مش مهم لل يعني هذا ما بتعارض مع فهم اليوم عادي ما مش مشكله. طيب لانه هذاك هو تطوير على اللوكينج، اليوم ما راح ندخل بالتفاصيل هاي فعادي ما تحمل همها. بس ما دام عندك سؤال ممتاز باي وقت بالاوفيس اور ان شاء الله بجاوبك عليه. تمام؟ طيب اي سؤال ثاني؟ تمام؟ اوكي. طيب الاكزامبل الاول راح ناخذه اسمه producer consumer problem. اوكي؟ شو يعني producer consumer؟ بالانجليزي عادي تخافوش. منتج ومستهلك صح؟ منتج producer مستهلك او consumer اللي هو المستهلك صح؟ بس ببساطة اوكي؟ فمثلا كافيتيريا الجامعة طيب لما يعملوا سندويشات ويحطوا لكم اياهم على الرف طيب هم منتجين وانتم مستهلكين تاخذوا السندويشات صح؟ باي مكان بالعالم حتى لما يكون مثلا عندك ويب سايت هو بيعمل الصفحه الفيديو على اليوتيوب مش بقول لك كونتنت بروديوسر حدا بيعمل كونتنت فهو لما يحط فيديو على اليوتيوب هو بيعمل بروديوسنج للكونتنت وانت لما تحضره على اليوتيوب انت قاعد تعمله ايش؟ كونسيومينج انت مستهلك تمام؟ بس نفس الكونسبت ما فيش اشي خيالي اوكي؟ طيب بس السؤال المهم مين بالاول بيكون؟ البروديوسنج ولا الكونسيومينج ولا عادي لو كان الترتيب مختلف؟ ايش رايكو؟ مين؟ بروديوسنج بالاول، هل ممكن يكونوا بالعكس؟ لانه عشان اعمل كونسيومينج لازم في اشي حدا عمل لي بروديوسنج لاشي معين عشان اعمل له كونسومشن صح؟ فبالتالي دائما هنا البروديوسر لازم يكون ايش؟ قبل الكونسومر صح؟ لاحظين هاي الترتيب الاول صار مهم عندنا اوكي؟ ف احنا عندنا اذا بدنا نعمل بروبلم اللي هي عباره عن انه بدي ثريدز يكونوا كونسومر وثريدز يكونوا بروديوسر تمام؟ هسه بالبروبلم اللي اعطيناكم اياها المره الماضيه اي بلس بلس حكينا انه عندنا مثلا تو ثريدز وقاعدين يعملوا اي بلس بلس كان فعليا تو ثريدز بيعملوا نفس التاسك ففعليا ممكن ثريد 1 يمشي قبل ثريد 2 عادي او ثريد 2 قبل ثريد 1 صح؟ اليوم اذا صار عندي ثريد 1 بروديوسر وثريد 2 كونسيومر ما بصير ثريد 2 يطلع بالاول لازم ثريد 1 بالاول يعمل بروديوسنج بعدين بنسمح لثريد 2 يعمل كونسيومينج فاهمين؟ فهي اول يعني فاندمنتال ديفرنس فرق جوهري او اساسي بين الشيء اللي راح ندرسه اليوم والشيء الماضي. وفعليا بالواقع انت تقدر تعمل لايك على بوست على فيسبوك قبل ما اللي الواحد اللي يعمل البوست يحط له بوست بدك اول شيء يحط له بوست بعدين انت بتقدر تعمل عليه لايك ما بصير والله لا ما احنا اوت اوف اوردر مالتي ثريدنج وكذا على كيفي لا ما في منطق تمام فالعالم كلياته في هاي الاوردرنج يعني احنا مش قاعدين نتخيل شيء من عندنا اوكي طيب ايش بذكركم هذا البروجرامينج موديل انه عندي ترتيب بين اشياء ورا بعض بايبلاين صح احنا حكينا في عندنا تو مودلز صح الاول شو كان اسمه خلينا نحكي الاول بايبلاين هو الثاني كان بس نفترض البايبلاين في الثاني ايش كان اسمه تذكروا مانجر وركر صح كان مانجر وركر عندنا بايبلاين ومانجر وركر اللي اليوم راح نتكلم هذا المثال بالتحديد يعني هو احد الامثله على ايش على البايبلاين موديل ليش لانه عندي اكثر من ستيج بصير بيناتهم ترتيب واحدة من الستيجز اسمها producer وبعديها دائما بيجي بعديها ستيج ثاني شو اسمها consumer وكل ستيج هسه راح نعطيها لثريد منفصل بس بدنا نضمن
انه دائما البروديوسر يشتغل قبل الكونسومر. طيب اوكي، هذا الشيء الاول واضح لهون؟ لا لا، هذا لحد الان، لحد الان هذا كلياته اكزامبل عادي، ما فيهوش ريس كونديشن. كويس، شكرا على السؤال. هل هذا سولوشن للريس كونديشن؟ لا، هذا احنا اليوم يعني زي قلت لكم خلينا نفتح الكود تاع الفيسبوك ونشوف هل في ريس كونديشن او لا مثلا. فطبعا الكود راح يكون طويل كثير ومعقد، اوكي؟ فاحنا ايش رحنا قلنا لكم؟ في بروبلم موجود، اصلا يعني كود موجود بالعالم، الجوريثم اسمها بروديوسر كونسيومر، انسوا الريس كونديشن، اوكي؟ بدنا نشوف هاي موجوده بكل العالم، اوكي؟ بدنا نقرا الكود تاعها مع بعض. وانتوا هسه مهندسين حاسوب، انتوا هسه وظيفتكم كانه شركه عينتك قالت لك احنا بنعمل بروديوسينج وكونسيومينج، اوكي؟ وهذا الكود تاعنا. بس يا اخي في واحد هيك حكى لنا انه في شيء ثريدنج ومش عارف ايش وريس كونديشن، والله احنا عارفين شويه سوالف بنسولف عنها. انت درست كانك عند الدكتور محمد شبول ماده او اس، شفناها بالسي في، تقدر تيجي تقرا الكود تاعنا وتشوف لنا كودنا صح ولا لا، ولا في مشاكل؟ تمام. فاحنا اللي راح نعمله هسه هذا، على فكره هذا تيبيكال سؤال انترفيو بالانترفيوز خاصه بالشركات المحترمه، شيء طبيعي جدا، من يعني اكثر الاسئله اللي بتيجي انه بيعطيك كود وبيقول لك ايش انه شوف اللي ايش في ريس كونديشن، هل هو بسموه ثريد سيف، يعني هل هو في مشاكل للثريدنج او لا. وعلى فكره كثير بيجي نفس المثال هذا بروديوسر كونسيومر يعني، وعند ديدلوكس راح نيجي عليهم. يعني عمرك شفت التجربه هاي؟ حلو. ايوه 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 الديدلوك، الديدلوك الشابتر الجاي. انا حكيت لكم اول، كله بيعتمد على بعض. انا حكيت لكم اول الماده اللي متذكر، هاي الماده اللي بفهمها معاي كويس راح يفهم اشياء كثير. هي ناس بيعتبروها اسئله صعبه بالانترفيوز، هي زميلكم بيحكي انه شافها بفيديوهات. وانا اشتغلت مع شركات ابل وارم، فيسبوك سألوا السؤال هذا، كل الشركات اللي مثلا بدك تشتغل بشركه يقولوا لك مثلا يلا رتب اطبع لي الاوراق وصورهن، مش راح يسالوك الاشياء هاي. لكن شركه كمهندس حاسوب او مهندس ثقيل وبراتب كويس راح تنسال اشياء زي هاي، اوكي؟ حرفيا ممكن تنسال حرفيا بروديوسر كونسيومر بروبلم. والديدلوك اللي بحكي عنه زميلكم الشابتر الجاي، اوكي؟ الاسبوع الجاي. فاحنا قاعدين بنعطيكم اشياء من واقع الشيء اللي بتحتاجوه، تمام؟ طيب خلينا نركز مع بعض معناته. فعندنا البروديوسر كونسيومر بروبلم، فزي ما جواب على سؤال زميلتكم، هاي مش الريس كونديشن، حل الريس كونديشن، هاي كود بدنا نحاول نعمله انسبكشن، انه نشوف نفحصه ونشوف هل في ريس كونديشن او لا، تمام؟ فانا حرفيا قاعد بعمل لكم براكتس للانترفيو، تمام؟ نشوف كيف نحل الانترفيو هاي مع بعض، تمام؟ طيب ايش بدنا نفهم اكثر هيك بالانترفيو؟ بقول لك مثلا يلا اعمل لي بروديوسر كونسيومر بروبلم وبسكوت. انت المفروض مش خلاص اوكي يلا بلش حل، لا تساله، هو بتوقع منك شوفك هل رح تسأل أو لا، تمام؟ فبتيجي مثلاً بتقول له كم بروديوسر عندي وكم كونسومر عندي، أوكي؟ هذا سؤال، تمام؟ يعني زي بالكافيتيريا ممكن يكون في أكثر من موظف بيعملوا سندويشات وبيحطوهم على الرف، أو موظف واحد، وممكن برضو يكون عند أكثر من زبون قاعدين بأخذوا سندويشات أو زبون واحد، تمام؟ فأنا بدي أفهم شو السيتويشن اللي أنت عندك إياه. للتبسيط نحكي إنهم قالوا لك يا عمي إحنا بدنا نمشيك على بساطة، بدنا بس ثريد بروديوسر وان ثريد كونسومر، بس عندك زبون واحد بالكافيتيريا وعندك موظف واحد بس. طبعا راح تشوفوا بعد شوي ليش انه هذا التسهيل، بس راح نشوف، اوكي؟ خلينا عندنا وان ثريد بروديوسر وان ثريد ايش كونسومر. راح نسمي البروديوسر من يوم وطالع رايتر، اوكي؟ والكونسومر ريدر، اوكي؟ لانه احنا كمبيوتر بالنهايه زي كانه واحد بكتب على فايل والثاني بقرا من فايل، اللي بده يقرا من فايل بيستنى تاين كتب على الفايل مشان يقدر يقرا، واضح؟ اوكي. طيب فعليا هاي اول واضح لهون وين صرنا. الشغله الثانيه بدنا نركز عليها انه احنا عندنا البروديوسر والكونسيومر. هسه انت بالكافيتيريا هو لو ما عندوش ولا زبون هل بيقدر يضل يعمل سندويشات للابد، ولا انه محتاج بده يعمل لحد ما يخلص الرف اللي قدامه؟ يعني بيضل يحط سندويشه 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 بعدين خلاص صارت فل، اوكي؟ او مثلا الرايتر والريدر اللي نحكي عنه هنا، انت عندك مثلا فايل السعه تاعته 1000 سطر، فانت بتقدر تعمل رايتنج لاول سطر، ثاني سطر، ثالث سطر، رابع سطر، لحد ما تسكر على 1000
ما تقدر تعمل إشي تحدي يفضي يبلش يشيل من الأشياء اللي أنت كتبتها already. فأنت زي كأنه عندك بفر أو عندك capacity معينة memory معينة بتخزن فيها الأشياء اللي بتعملها producing, والكونسيومر بصير يسحب منها ويفضي مكان مكانها أوكي, لحد ما أنه تفلل ما بقدر أعمل producing كمان. فصار في علاقة بين producer والكونسيومر. العلاقة الأولى أنه الكونسيومر لازم يستنى البروديوسر, فبالتالي الكونسيومر ما بقدر يعمل consumption إلا إذا البروديوسر كان عامل له إشي مشان يقدر يعمل له consuming, صح؟ فهذه العلاقة الأولى حكيناها. العلاقة الثانية برضو أنه at some point لما البروديوسر يشتغل كثير 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 قبل الكونسيومر ممكن نصل مرحلة أنه يفلل البفر, فوقتها البروديوسر يستنى الكونسيومر عبين ما يعمل consuming لشوية elements مشان يصير في مساحة نعمل producing مرة ثانية. واضح هذا الكونسبت؟ فاهمين علي؟ المسا راح نركز عليه بالكود, بدي تفهموا انتو منطق معي اوكي واضح. طيب فاذا عندنا فعليا صار producer وconsumer واحد واحد وبيشتغلوا على بفر bounded buffer. شو معنات bounded buffer؟ شو الفرق بين نعم محصور limited اللي قصد انه الفايل له عدد معين من الصور 1000 بس. لو كان فايل unlimited صار المشكلة مختلفة, يعني البروديوسر كان ما عنده مشكلة يستنى الكونسومر. بس بالواقع دائما مثلا زي المولات بالمول بيكون عنده رف معين بيحط عليه علب الفول مثلا, ما بيقدر يحط مليون علبة انه في رف معين خاص لا خلصوا ما بتقدر تحط علبة ثانية تيجي كونسومر يأخذ واحدة تحط مكانها واحدة تمام. ففي علاقة انه البفر هذا bounded limited, وبالتالي البروديوسر ما بيقدر يعمل infinitely producing الا تا يفلل البفر بيرجع بياخذ هو ايش تا يستنى الكونسيومر ياخذ بيقدر يحط مكانه. واضح تمام. طيب هاي فهمناها ايوه اوكي. فبالتالي البروديوسر ما بيقدرش يعمل producing اذا كان البفر فول, والكونسيومر ما بيقدرش يعمل consuming اذا كان البفر empty صح. اذا كان ما فيش ولا اشي بالبفر شو بدك تعمل consuming؟ بدك تسأل البروديوسر يحط اوكي. وبالعكس اذا صار البفر فول البروديوسر بوقف لانه بستنى الكونسيومر يسحب شوي عشان يفضي مكان يحط مكانه ايش ايش يعمل له producing. واضح العلاقتين هذول؟ مش مهم الكود ركزوا معي بس فهموهم منطق حاليا. هسه رح نحكي عن الكود. حدا عنده اي سؤال على الاشي اللي حكينا لحد الان؟ تمام. طيب فجوابا على سؤال زميلتكم مرة ثانية هيك بعطوك problem بحكي لك هاي المشكلة اللي عندنا. سمعتوا كلمة race condition critical section ولا حكينا إيش تمام. بالانترفيو أحد خيارين, يا أما بقول لك اكتب لي الكود أول شيء اللي بيعمل الإشي هذا وبعدين اعمل لي إياه thread safe, أو في انترفيوز ثاني غالبا أنت لما تكون fresh graduate يعني لسه تخرجت هو بيعطيك الكود بقول لك يا عمي هاي الكود جاهز, هذا البروديوسر وهذا الكونسومر جاهزين, انت افهم الكود اول شيء وبعدين شوف لي ايش وين في اشياء مشكله بثريدنج تمام. طيب انا اعطيكم بس 3 دقائق حاولوا اقراوا لحالكم بعدين راح نمشي عليه خطوه خطوه هيك بس تصفحوه يعني مش شرط تفهموه كامل. سلاحظوا انه عندنا 2 ثريدز producer وconsumer وكل واحد كوده مختلف عن الثاني اوكي, لانهم هذول pipelines كانهم كل واحد stage variable. حلو ايوه اسالون ايوه بالله هيك variable n هو size of the buffer تمام. حلو على فكره هذا جدا بيجي بالامتحانات هيك كود زي هيك وبسالك تطلع اشياء مشاكل فيه. طبعا هنا عندنا الجلوبال فاريبلز تحت هيو بفر ان سايز, فهذا هو يعني جواب على سؤالك. وهي هي السيركولار بفر هسه راح نحكي عنها اللي هي البفر اللي بنحكي عنه هون ليميتد.
انهم بضلوا يطلبوا مني استخدم البوينتر عشان يبين الكلام، انه بصير احكي شايفين هذا السطر السطر الفوقيه وانتم هناك بالريكوردينج ولا على بالكم، فبدي احاول ضلوا اذكروني احاول ابين الشيء. اوكي طيب خلينا نمشي بالكود واحد واحد. تمام اذا عندنا تو كودز، هاي بروديوسر وهذا كونسيومر. تمام اوكي واضح. كل واحد فيهم عباره عن عنده وايل لوب وايل اوف 1. شو معنى وايل اوف 1؟ ايش هاي وايل اوف 1 ايش معناتها يا جماعه؟ انفينيت لوب صح، وايل ترو هاي للابد. اوكي فعندي وايل اوف 1 للاثنين بروديوسر والكونسيومر، ففعليا الاثنين راح يظلوا يشغلوا الشيء جوه الوايل للابد. تمام طيب خلينا شوي نركز هون بس عشان تفهموا علي الإشي اللي قاعد بصير هون. هاي سيركولر لوب اوكي، سيركولر بفر. تمام هذا هو البفر اللي حكينا عنه الباوندد. تمام بس كل العالم بالعاده بيعملوا إشي بسموه، هسه انت لو بدك تعمل بفر شلون ممكن تتخيل شكله؟ انه اري زي هاي اري بفر اوف ان ويكون فيها ان اليمنتس. تمام هذا التفكير المنطقي للبفر، لكن بالواقع هو صحيح هيك بس احنا بنتخيله بيكون سيركولر زي الرسمه هاي. اوكي ايش يعني سيركولر؟ يعني اني لما ادخل مثلا هيني قاعد بدخل مثلا 0 1 2 3 بعبي، لما عبيت ان ماينس 1 مثلا نفترض انه ان 8 اوكي، ف 0 1 2 3 4 5 6 7 اوكي اللي بدي ادخله بعديها وين بدخل؟ على مكان 0 بعدين على 1. تمام طبعا مش راح يكتب على زيرو، وهون بتبين ها مش حكينا البروديوسر بحتاج يستنى الكونسيومر. لنفترض انه البروديوسر عمل 7 8 elements حطهم 0 1 2 3 4 5 6 7 اوكي، اجى بيكتب المره الجايه وين راح يلاقي؟ راح يكتب مره ثانيه على زيرو. طبعا انا حطيت على زيرو شيء اصلا فما بقدر اكتب، خلاص علقت. ايش بدي استنى؟ بدي استنى الكونسيومر يدخل. كونسيومر من وين راح يبلش ياخذ؟ من زيرو، من زيرو. فهو الكونسيومر راح يدخل قبلي ويشيل فضيلي صفر فبقدر احط مكانها، بعدين فضيلي واحد بقدر احط مكانها، فهمتوا؟ فالمكان اللي بحط فيه هو اول مكان فاضي قدامي. تمام بس شو الحلو فيها سيركولر؟ انه فعليا ظلوا يلفوا. تمام فانا عملت زي ريسايكلينج للاليمنت، يعني كل اليمنت بستخدمه مليون مره قاعد، لاني برجع بلف بفضي وبحط مكانه بفضي وبحط مكانه. واضح؟ وين مر علينا فكره السيركولر هاي قبل؟ تذكروا الحين اشرح براوند روبن صح؟ تذكر يوم قلت لكم انه بلف وخربطنا انه اللي بيدخل على اليسار وفعليا راح على اليمين وكذا، لانه كل العالم ماشي سيركولار. اوكي بفر كثير مفيد. اوكي احنا اليوم راح الاكزامبل تاعنا يكون ايش؟ سيركولار بفر. طيب احنا فعليا لما اكون مثلا زيرو، انا حطيت اليمنت بزيرو، الاليمنت الجاي وين بدي احطه؟ بالون صح؟ فكيف بدي اعرف مثلا انا حطيت رقم زيرو، كيف بدي احدد ايش البوزيشن اللي بحط فيه المره الجايه؟ شو بعمل؟ اي بلس بلس صح، مثلا انه كاونتر معين باجي بعمل له. خلينا نعتبر انه البروديوسر عنده كاونتر اسمه ان بي، يعني زي انبوت بوينتر. تمام الان بي هذا بيحكي وين البوزيشن جويت هاي الكيو اللي بدي اكتب عليه. تمام فاول شيء راح يكون زيرو، لما اكتب اول مره شو راح يصير؟ 1 2 3 4 5 6 7 صح. طيب بعد سبعة إيش لازم يروح الانبوت لوين؟ لزيرو. كيف بدي أخليه يروح من سبعة لزيرو؟ حلو زميلكم بيحكي حل إنه أعمل إذا صار فلل يعني n minus one مثلاً بعيد من الصفر صح؟ هذا بنعمل صح. أو linked list على فكرة بالانترفيو إذا سألك سؤال زي هذا هو حاب يسمع الأجوبة هاي، يعني هو الجواب هذول مش إن الجواب صح، أو يعني الجواب صح بس مش إن الجواب الأوبتيمال، بس هو بده يسمعك هيك، فبيجي بيقول لك طيب يا زلمة تحط إف ستيتمنت قد الأردن، الإف ستيتمنت كم يعني كم راح تكون كم إنستركشن بالأسيمبلي راح تروح فيها برانش وكذا، هسا راح نمشي على نشوف كيف الإف ستيتمنت بتطول، كله هذا عشان تعمل إشي بسيط. طب ما فيش إشي معين سريع بعملنا المشكلة هاي حللنا إياها، إنه بدي أروح من ثمانية من سبعة لصفر. إيش فيك؟ نعم المود الموديولاست اللي هو باقي القسم. تمام
هذا إذا كان أي رقم مثلا باقي قسم مثلا أي رقم اعمل له مودولس اللي هي زي الفيرسنت تمام بالسي بلس بلس اللي هي هاي احنا حاطين ما هاي ها هاي المود هون طيب اللي هو هون أوكي هاي فعليا شو بتعمل تعطيك باقي القسمة فلما يكون الرقم أقل من 8 راح يعطيك الرقم نفسه لكن لما يصير مثلا 8 تقسيم 8 قديش 1 والباقي 0 9 تقسيم 8 1 صار باقي 1 وهكذا فراح يصفي زي كأنها لفت عليهم بالترتيب اللي أنا بدي إياه أوكي ففعليا هون جملة NP يساوي NP plus 1 mod N هون طبعا لازم يكون في قوسين هون هيك شايفين؟ اه يعني بتجمع بتعملوا انكريمنت بعدين بتعملوا مود الان بحيث يصير ثم اوكي انا صراحه بالكود هذا هيك لو انه زي ما هو غالبا راح يعمل المفروض المود بالاول صح فراح يعمل دائما واحد مود الان لانه المود بتهيألي الاولويه تاعتها اكثر من الجمع اوكي بس يعني هذا زي ما تحكي ما هو سودو كود اوكي مش انه كود يعني حقيقي يعني حتى ما فيش ولا سيمي كولون اوكي فهو هذا مش كود يشتغل بس انه تفهموا الفكره فانه انا لو ما يعني لو حابين تفهموا حتى ممكن اصلحها ان شاء الله بالمره الجايه انه هنا في عندنا اقواس بحيث يجمع بالاول وبعدين يعمل المود مبدئياً كيف إنه بلف على سيركولار بفر الأوت بي برضو عنده نفس الجملة هون شايفينها أوت بي يساوي أوت بي زائد واحد طبعاً زي ما قلنا في أقواس مد الأن الأن هاي ما هي إشي خيالي هاي إحنا بس عدد الإليمنتس الموجودة بالبفر عشان بدي إياه لما يفلل يروح على صفر أوكي هذا كثير مفهوم مهم يعني إنه صحيح إنه مش جزء من الريس كونديشنز بس مهم تكونوا فاهمين كيف السيركولار بفر بيشتغل أوكي واضح؟ طيب أوكي خلينا بالله نمشي على الكود خطوة خطوة ونشوف كيف راح يشتغل أوكي؟ أول شيء خلينا نبلش بالكونسومر أسع مبدئيا لما نبلش هاي القيم مبدئيا راح يكون عندي البفر في N elements كل واحد كاركتر لنفترض أنه البروديوسر بعمل producing لكاركتر كاركتر يعني كاركتر بالC++ والكونسومر بده يقرا الكاركتر هذا ويطبعه اوكي فببساطه تو ثريدز بيعملوا هذا الشيء اوكي بالبدايه احنا لسه تونا بلشنا الشغل ما في شيء معمول له برودوسينج صح فعندنا بفر فيه 8 اليمنتس بس كلياتهم فاضيين وعندنا ان بي يساوي 0 واوت بي يساوي 0 لانه لسه ما حدش عمل ولا شيء وعندنا كاونت برضه بعده 0 كاونت راح تاثر راح نجيها اللي هي عدد الاليمنتس اللي نشغله اوكي او يعني اللي موجودين جويه البفر لسه بدنا نشتغلهم يعني البروديوسر عمل لهم producing بس لسه ما في لهم consuming فبالبداية لما يكون ما فيش إشي نعمل كم بيكون القيمة زيرو لكن مثلا عمل واحدة اثنتين ثلاث صقدش الكاونت ثلاث لما الكونسيومر يروح يطبع واحدة منهم بيجي بينقص بيقول أوكي أنا خلصت واحدة ظل عندك ثنتين فهو زي remaining items اللي بيعطيك الكاونت الكاونتر بيعطيك كم remaining item ظلت وين بالcircular buffer واضح طيب خلينا نبدا الكونسيومر راح يدخل على الوايل لوب هاي الوايل لوب دائما ترو فراح يدخل ايوه بيجي هون احنا حكينا الكونسيومر عشان يشتغل لازم يكون في ايش في اصلا شيء معمول برودوسينج تمام بس احنا لحد الان الفاضيه ما فيش شيء معمول برودوسينج لانه الكونسيومر اشتغل بالاول احنا بنقدر نحدد مين بيشتغل اول البروديوسر ولا الكونسيومر لا هما ثريدز بيشتغلوا زي ما بدهم الترتيب الكود هسه راح يجبر الكونسيومر يستنى خلينا نشوف كيف راح يجبره يستنى بهاي الوايل لوب ايش بحكي له بقول له وايل الكاونت ايكوال ايكوال 0 خليك لوف نو اوب فاول ما يدخل الكونسيومر نفترض الكونسيومر دخل بالاول كاونت قديش لسه صفر صح كاونت صفر لسه ما عملنا اي برودوسينج لاي اليمنت فراح يجي هل كاونت يساوي صفر صح بضل لوف هون للابد مين بيستنى بالبروديوسر يعمل اشياء معينه مشان يقدر يعملها كونسيومينج تمام طيب طبعا احنا نتذكر واحنا هون قاعدين نحكي عن تو ثريدز ففي كور وفي كونتكست سويتشنج وكذا اوكي فلنفترض انه بالبدايه الكونتكست سويتشنج اجى للكونسيومر فعمل هيك وعلق وين بالوايل لوب هاي راح يضل علقان فيها تا يخلص الدور تاعه
لنفترض خلص الدور تاعه اجى دور مين؟ البروديوسر. اذا اجى دور الكونسيومر مره ثانيه شو راح يصير؟ راح يرجع يكمل علقان بنفس المكان، اوكي؟ لكن احنا نفترض خلاص اوكي خلص دور الكونسيومر اجى دور مين؟ البروديوسر، اوكي؟ طيب البروديوسر ايش راح يعمل؟ اول شيء راح يعمل بروديوسنج للكاركتر، يعني مثلا زي يعمل سندويشه، يعمل انه في طريقه معينه انه بده يحدد ايش الكاركتر الجاي، ما بتهمنا. بهمنا انه في كاركتر معين بده يحطه على البفر. لنفترض انه هو بحط A B C D كذا، انه بحطهم بالترتيب، فهو طلع معاه A، فراح يحطه بفاريبل اسمه C، يعني كاركتر فاريبل اسمه C كاركتر، تمام؟ قيمته A المرة هاي، اوكي؟ اللي هو الكاركتر A قيمته. ايوه، بعدين راح يجي على الوايل لوب هاي. شوفوا قديش تشبه الوايل لوب هاي الثانية، ما عدا اشي واحد خلاف، ايش هو؟ الكونديشن. هناك زيرو، انه علق ما دام البفر ايش؟ فاضي. هنا علق اذا كان البفر ايش؟ فل، تمام؟ لانه قلنا البروديوسر اذا فللت البفر لازم يستنى الكونسيومر يشتغل، اوكي؟ شايفين هيو الكود الكونتكست سويتشنج ممكن يعمل ترتيب اي شيء، كونسيومر قبل البروديوسر، 10 مرات بروديوسر ورا بعض عادي، بس انا الكود بجبرهم يستنوا من خلال ايش؟ الوايل لوب، تمام؟ فباجي هون على الوايل لوب بقول هل كاونت ايكوال ايكوال ان؟ حاليا لا، لانه ان 8 والكاونت ايش؟ زيرو، فبالتالي مش زي بعض، فراح اطلع من وين؟ من اللوب، اوكي؟ فباجي بقول بفر، هاي البفر اللي هي بفر اوف ان بي، ان بي اللي هي قلنا الانبوت بوينتر اللي هو بيستخدمه البروديوسر، اوكي؟ ان بي قديش قيمته بالاول؟ صفر، صح؟ فباجي بقول بفر اوف ان بي الاليمنت زيرو بالبفر، حط لي فيه الكاركتر سي اللي هو يعني اللي اسعد حطينا اي الفاريبل سي الكاركتر، اوكي؟ هاي هون راح يجي هون يحط لك ايش؟ اي، واضح؟ المره الجايه الرايتر وين لازم يكتب؟ عون، صح؟ فبدنا نزيد البوينتر، فباجي بقول اوكي البوينتر انبوت ان بوينتر يساوي ان بوينتر بلس 1 زائد مود مود ان، تمام؟ اللي هي قلنا ايش؟ بتروح على 1 وبعدين لما توصل لسبعه راح ترجع لصفر، اوكي؟ بس انه ايش؟ الساعه راح يصير عندنا هون صار فيها قيمه بالزيرو والبوينتر صار ياشر على 1، اوكي؟ وبعدين بدي احكي للكونسيومر، يعني بدي اعدل مشان الكونسيومر يفهم انه صار في تغير، شو بقول له؟ بقول له كاونت بلس بلس، فصار كاونت قديش قيمته؟ 1، اوكي؟ بطلت زيرو، تمام؟ طبعا هسه لو نروح على الكونسيومر، الكونسيومر بيقدر يشتغل لانه بطلت كاونت ايكوال زيرو، صح؟ بس خلينا للتسهيل نكمل، ما هو كونتكست سويتشنج، اوكي؟ فالاو اس مثلا اعطى الرايتر او اللي هون بسميه البروديوسر، اعطاه مثلا 10 ملي سكند، ممكن يعمل فيهم بروديوسنج ل 10 اليمنتس، 10 مستحيل لانه احنا 8 الباوند، تمام؟ ركزوا معي، بس انه 4 اليمنتس، اوكي؟ عادي بيقدر يعمل تيخلص التايم تاعه، بعدين بيجي دور الكونسيومر، مش شرط انه واحد واحد، اوكي؟ لنفترض فعلا هو مستعجل وشاد حيله، بده يشتغل ايش؟ يعمل 4 ورا بعض، كل واحد فيهم بس خلص هون الوايل لوب، برجع على الوايل مره ثانيه لانها ترو راح يفوت، بيجي بيقول هل الكاونت وصل للان؟ لا، اوكي؟ فبيجي بفوت لهون بقدر برضه بيعمل بفر ان بي صارت شو قيمتها؟ 1 اللي هي هون، فراح يحط النكست كاركتر مثلا بي يحطه هون، بعدين يعمل انكريمنت للان بي بصير على 2 ويعمل كاونت بلس بلس، قديش كاونت بلس بلس صار؟ 2، بعدين قديش راح يصير؟ 3، بعدين 4، اوكي؟ فلنفترض وصلنا 4، اوكي؟ انه صار عندي يعني 0 1 2 3 فيهم قيم، وان بي تؤشر على الرابعه، ان بي دائما بتاشر على الشيء اللي بدنا نكتب عليه المره الجايه، تمام؟ والكاونت بلس 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 بيقول لي كم اليمنت عندي ايش بالبفر ريميننج بعدهم مش معمولهم كونسيومينج اللي هم 4، اوكي؟ واضح لهون كيف اشتغل البروديوسر؟ واضح يا جماعه؟ طيب at this point نفترض اجى الكونتكست سويتشنج حول لمين؟ للكونسيومر، اوكي؟ خلينا نشوف شو الكونسيومر راح يعمل. كونسيومر شو بروح بيعمل؟ بدخل على الوايل لوب تاعته، هاي دائما ترو، فراح يدخل عليها. هو كان علقان هون. هسه الكاونت كان صفر وكان علقان، هسه حاليا قديش كاونت صارت؟ 4. فراح يجي يقول هل 4 تساوي صفر؟ لا، فراح يطلع من اللوب اخيرا، اوكي؟ فراح يجي بده يطبع هو القيمة اللي لاقاها، هسه احنا فعليا هو لسه ما عملش كونسيومنج لاي شيء، صح؟ فهو راح يبلش فيهم بالترتيب على الدور. فاول واحد راح يبلش عليها شو لازم تكون؟ اللي هون، اللي هي مثلا ايه قلنا، صح؟ فراح يجي يقول سي اللي هي الشيء اللي يطبعه يساوي بفر اوف اوت بي، هنا كان كل شغلنا عن ان بي، هون اوت بي، اوت بي لسه ما غيرناها، اوت بي بعدها قيمتها ايش؟
زيرو اللي هي بتأشر هون. نعم الاندكس 7 زيرو، فراح يروح يشوف بدي بفر الاليمنت نمبر اندكس زيرو من بفر اعطيني قيمته اللي هي هون موجود اوكي. وبعدين بيجي بيعمل الاوت بي يأشر على الجاي اللي هو هون مشان المره الجايه يقرا 1 اوكي، مشان ما يقراش الاي مرتين بده يقرا بي المره الجايه. وبعدين بيجي بيقول كاونت ماينس ماينس عشان يعرف البروديوسر انه اذا انك معلق لانه فول ترى انا خلصت لك واحده بتقدر الساعه تشتغل اوكي، فهي كاونت ماينس ماينس. وبعدين بيعمل كونسيوم كاركتر، كونسيوم يعني مثلا طبعه او عمل فيه شيء تمام واضح لهون. فاذا عندنا بروديوسر وعندنا كونسيومر، كل واحد فيهم قاعد بيشتغل على بارت، وكل واحد بيعملوا سينكرونايزيشن بينهم بين بعض عن طريق الوايل لوب هاي اوكي. حدا عنده اي سؤال لهون؟ اي سؤال؟ بصير ممكن يعني ممكن انت كونتينيو بحيث انها راح تروح على النكست ايتريشن هنا فيرجع ممكن. وهذا الحلو انه انا يعني ما بيهمني تحفظوا الكود اوكي، بدي تفهموا كيف بيشتغل اوكي. طيب طبعا لحد هون هو لسه تاع الانترفيو قاعد بستنى فيك تخلص فهم الكود، ولسه ما بلشناش السؤال تمام. احنا عندنا الكود هذا شغال كاتبينه عارفين كيف بيشتغل، احنا بدنا تعمل لنا الريس كونديشن تاعه اوكي، فاحنا لسه ما بلشناش السؤال يعني تمام. بس انه هاي خطوه مهمه تفهموا اصلا، يعني اذا ما فهمت كيف الكود شغال مستحيل تقدر تحل الريس كونديشن تاعه تمام. بس خلينا نكمل نتاكد انكم فاهمينه صح اوكي. لنفترض انه الكونسيومر عمل كونسيومينج لواحد بس، فصار قديش الكاونت 3 اوكي. بعدين بس راح الكونتكست سويتشينج تاعه، بس عمل دوره كان حرام مظلوم بس عمل واحده اوكي. بعدين اعطينا الدور لمين مره ثانيه؟ للبروديوسر. البروديوسر رجع الشغل تاعه، هل كاونت يساوي ان؟ لا، بعدها 3 لا تساوي 8، فراح يقدر يكسر وراح يجي يعدل ان بي، راح يجي يعني يحط شيء مكان البفر اوف ان بي. ان بي قديش هسه قيمتها؟ 4 اللي هي احنا حطينا 0 1 و 2 و 3 والمره الجايه نحطها 4 اوكي. فلاحظوا صفر فضيت اوكي، صفر فضاها الكونسيومر، لكن ما رحنا حطينا عليها مباشره، احنا بنكمل شغلنا امتى راح نحط عليها؟ بس نخلص 7 نرجع للصفر. فما بدي تفكروا انه انا بروح خلص اوكي فضيت خليني ارجع اقل واحده، ما هذا حلاوه السيركولار بفر. انا ايوه ممكن 0 1 و 2 يكونوا فاضيين، فانا مش شرط اوقف لما يوصل 8، انا بيهمني المد 8 ما يوصلش اوكي. ومشان هيك الكاونت واحد بيزيد وواحد بينقصه عشان الكونسيومر يقول له اوكي صحيح انت ترى صحيح انه element number 7 ماخوذ، بس لا تهتم لانه انا ماخذ كم واحده بالنص فاضيات راح يجيهم دور تمام. فاحنا اللي بيهمنا الوايل لوب ما بتلد ايش الان ان بوينتر او الاوت بوينتر، بيهتم بشيء واحد هو الكاونتر، والكاونتر بتعدل صح في حدا بيزيد وواحد بينقصه فالامور تمام واضح. طيب فلنفترض انه اجى دوره راح يحط ان بي اللي هي 4 يحط فيها شيء، بعدين يعمل انكريمنت يروح على 5 وكاونت بلس بلس، كاونت قديش صار؟ 4 لانه كان 4 هذاك الكونسيومر نقص خلص 3 هسه رجع كمله ل 4 اوكي. فراح هون حط على 5، خلينا نعتبر الرايتر معاه واسطة ودائما شغال بالكونتكست سويتشينج. طيب فرح 4 خلص اجى بعد يومي حط ب5 حط ب6 عفوا ب6 حط ب7 اجى بعدين دروع 8 هو، بس المود خلته ايش يحول لصفر، اجى على صفر برضو لقاها متاحة اس اكاونت قديش صفه 7 لحد الان، بس يحط على الصفر كونسيومر ما اشتغل الا واحدة بس اللي عملناها زمان، راح يلاقي انه اكاونت يساوي 7 حط على الصفر هنا NP صارت صفر حط فيها وخلى NP تساوي واحد تأشر على الواحد اللي هو بعده مستخدم تمام. وكاونت بلس بلس، كاونت بلس بلس راح تخلي كاونت من 7 إلى إيش 8، فرح يجي على الوايل لوب هون مرة ثانية يقول هل كاونت تساوي N 8 تساوي 8 ترو، راح يعلق هون. فهيك لو الكونتكس نعم
ايوه اذا اجى هون علق مدامه معلق هون هل هذا بضمن انه الدور الجاي يروح كونتكست سويتشنج للكونسيومر؟ لا بس ممكن لو اعطاه الاو اس مليون مره ما هو الاو اس كمان يعني مش واسطه السلافه يعني انه خلاص ولا عمره بيعطي الكونسيومر لا هو على الدور بس مثلا لنفترض لسبب ما كان البروديوسر حظه احسن بس ات سم بوينت لازم الكونسيومر يجي دور فاحنا بنضمن انه البروديوسر خلاص راح يضل دائما يستنى لحد ما مين كونسيومر يشتغل تفضلي مش سامع تقريبا راندوم هي على سكيدجولينج تذكروا سكيدجولينج الراوند روبن والكذا هي زي هيك طيب طبعا احنا اخذنا المحاضره الماضيه اللي هي التسجيل تاعتكم انه في اشي اللي هو بسموه السليب تمام المفروض انه البروديوسر لما يعلق خلاص علقت بدل ما يضل حاط حاله على الدور وممكن يجي دور على الفاضي يقول انا سليب شغلناها المحاضره الماضيه سليب والويك اب محاضره لتسجيل يعني اللي تاعت يوم الاحد فممكن هو يحكي ايش انا سليب فلا تعطيني دور انه انا عارف حالي لو اخذت دور مش راح اقدر اشتغل شيء لانه البفر فل بدل ما تعطيني اياه ويروح وقت وانا على الفاضي لا خلي واحد ثاني يشتغل يعمل كونسيومينج علشان لما يجي دوري يكون في شيء عن جد اقدر اشتغله فاحنا مستفيدين كلياتنا واضح فبس هو فعليا زي كانه راندوم السكيدجولينج بصير اوكي اي سؤال على الكود لحد الان اي مشاكل بالكود تفضل على الكاونت الكاونت لما تنقص بعرف انه معناته بطلت ثانية فبالتالي صار في حدا اكيد عمل كونسيومينج مش سامع ما بايش لا هي بشيك بالوايل لوب اسأل الوايل بالله دقيقة لا هو مو الكاونت شيرد فاريبل فلما الكاونت الكونسيومر ينقص يعمل ماينس ماينس بيجي هذاك بيشوفها انه نقصت مو بكل ايتريشن بالكاونت بالوايل لوب بيعمل لود للكاونت والله ايش الوايل لوب بتعمل هاي ايش الاسمبلي تاع الوايل لوب بدي حدا يفهمني اياها بدي اسمبلي نزلوا لي اياها الاسمبلي الوايل لوب ايش يلا تفضل لا بدي كود حولوا لي اياها نزلوا لي اياها كود كل سطور مش بس سطر واحد يعني اول شيء ايش هذا بعمل حلو اول شيء ايش بعمل بجيب قيم الكاونت بحطهم لود على ريجستر تمام اوكي الان ممكن اعمل له لود بس فعليا ما في داعي لانه هو بيكون بالعاده يعني موجود ضمن الانستركشن لانه ستات انتجر يعني كونستانت مثلا او معروف لنفترض عملنا لود للاثنين اوكي كاونت والان بحطهم وين بريجستر بعملهم ايش جمله لود تمام فانا كل ايتريشن بعملهم لود والكاونت ماينس ماينس شو بتعمل ستور باخرها لشيرد فاريبل هون فالكونسيومر لما يعمل ستور 7 بدل 8 المره الجايه اللي راح اعمل لود راح اقراها فاعرف انه تغيرت فهيك صار في كوميونيكيشن بيناتهم فهمت علي هيك البروديوسر بشوف ايش الكونسيومر قاعد بيعمله خلينا نكمل عملنا لود لاكاونت وان حطيناهم بريجسترز ايش بعدين بنعمل وايل لوب شو الكونديشن ممتاز بنقص الاثنين بعملهم سبتراكشن انا بدي اشوفهم ايكوال ايكوال صح فاذا كان الايكوال ايكوال السبتراكشن تاعهم زيرو معناته انهم ايكوال صح اذا كان غير هيك معناته مش ايكوال صح فباجي بشوف الريجسترز اللي هم هذول الفلاجز بستخدم الفلاج المناسب وبعمل مثلا برانش ايكوال انه اذا كان برانش ايكوال انه اذا كان البرانش ايكوال 0 يعني السبتراكشن تاعهم 0 معناته هما كانوا ايكوال بقول له ارجع على الوايل لوب على البدايه على الليبل اللي بيكون بدايه اللود وهكذا تمام يا اخي مين هون هندسه حاسوب كلكم ما شاء الله طيب ممتاز ممتاز فانتم ماخذين هاي الاشياء فانه البرانش الوايل لوب هيك تتحول وراء الكواليس اوكي طيب هاي زي ما حولنا المره الماضيه اي بلس بلس حولنا هنا ايش الوايل لوب برضو هاي الوايل لوب ايش كيف تتحول الثاني اللي عند الكونسيومر نفس الاشي ما عدا ايش ايوه لا انه احنا بنقصه بدل ما نقصه من 8
بالنقص من صفر. فأنت فعليا إنه يعني هناك كنا مثلا طلع معاي 5 5 ناقص 8 هل هذا يساوي صفر؟ لا مشت. هون بصير 5 ناقص 0 هل يساوي صفر؟ لا برضه. لكن لما يصير الكاونت يساوي صفر بعمل هل 0 ناقص 0 يساوي صفر؟ ترو، وبيخرب علي. أوكي أوكي خلينا نكمل. فواضح كيف الإشي بيشتغل؟ طيب خلينا هسه نفوت على الإشي المهم. أوكي مين عنده مشاكل بالكود هذا؟ race conditions يعني انتوا فاهمين كيف بيشتغل بس ايش توقعوا فيه race؟ تفضل. بس هذول 2 threads. اول شيء السؤال بيطرح نفسه هيك، اسعى race condition لازم يكون يحصل على ايش؟ shared variable. اوكي بالامتحان بيجيك زي هيك، فاول خطوه بتخطر ببالي بدي اشوف ايش الshared variables او اللي هم global variables. تمام، المرة بالامتحان مش راح نكون مغششك زي هيك. طيب احنا هون كاتب لك يا جلوبال فاريبل قد الاردن، هيها وحاط لك اياهم. اوكي هيهم الجلوبال فاريبلز. تمام طيب خلينا نشوف بالله. هاي اول احنا حكينا عشان يصير ريس كونديشن لازم يكون عندي ايش؟ شيرد فاريبل. هاي اول تاسك انهينا صح، بس مش اي شيرد فاريبل على طول بصير في ريس كونديشن. ايش النقطه الثانيه لازم تصير؟ انه يكون عندنا 2 threads racing عليه، وعلى الاقل واحد منهم بده يكتب. لو اثنين بدهم يقراوا بس مش مشكله، لكن في عندنا اثنين بدهم racing وعلى الاقل واحد يكتب. لو اثنين بكتبوا اسوء يعني صار زي الاي بلس بلس، كان اثنين اي بلس بلس مشكله. احنا كمان ممكن حتى لو واحد بيقرا وواحد يكتب بصير مشكله، بس اذا كانوا اثنين بدهم يكتبوا اسوء، اما اذا اثنين بدهم يقراوا عادي. اوكي فالشروط عندنا يكون عندنا shared variable، ويكون عندنا على الأقل 2 threads racing عليه وواحد منهم بده يكتب. واضح؟ هل عنده سؤال؟ خلينا نشوف مش فيهم واحد واحد. أول شيء خلينا بلاش نمشي فيهم واحد واحد، خلينا نمشي على NP. أوكي؟ أو مين أنت بتقول count صح؟ طيب count إيش رأيك فيها؟ خلينا نمشي زي ما أنتم بتكون. count إيش هي فيها race condition؟ خلينا نعمل اللوجيك اللي حكينا. هل count shared variable؟ صح. هل count في عندنا 2 threads بيشتغلوا عليها؟ واحد منهم على الأقل بكتب. وين اللي بكتب؟ مين منهم بكتب؟ اللي إيش؟ producer وين بكتب عليها؟ إحنا حكينا variable لازم يكون shared، ولازم يكون 2 threads واحد بيعدل عليها يعني بيعمل store عليها. وين بيعدلوا عليها؟ أي جملة؟ ممتاز. count minus minus و count plus plus هذول stores. اوكي فاحنا الكاونت عندنا هي الحاله الاسوء انه shared واثنين بكتبوا. اوكي فعندنا هاي المشكله، فاذا الكاونت ممكن تكون يصير عليها race condition. اوكي طيب ايش كمان في شيء ثاني ممكن يصير عليه race condition بالاشياء هذا؟ لا هذا مش race condition، هذا انه المود فعليا هاي شيء arithmetic، بس انا بالنهايه لو حطيت اقواس بحل المشكله خلاص، اعتبروا في اقواس. اوكي البفر زميلكم بيحكي البفر هو جلوبال. حلو حلو كثير. البفر هو فعليا جلوبال، ممتاز جدا. وفي عندي واحد بكتب عليه اللي هو البروديوسر، واحد ايش بقرا منه اللي هو ايش كونسيومر. فبالتالي احنا بهمنا واحد على الاقل صح، حقق الشروط صح، بس هذا مش race condition. لا 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 اثنين، ما انت بتعرفش ايش الوقت ممكن يكتبوا. لا اذا واحد بكتب واحد بقرا عادي ريس، ما احنا حكينا لو واحد بكتب على الاقل بصير ريس لانه بيكون قرا قيمه قديمه ما شاف ستور. بس في مشكله اكبر، ما هي الوايل هاي ما بتعرف متى بصير كونتكست سويتشنج. ما احنا حكينا ممكن يعمل لود بعدين يعمل كونتكست سويتشنج بنصها، ما مش اتوميك الوايل لوب. ما احنا هذا كله بالمحاضره الماضيه، هيك الريس كونديشن مشكلته. البفر مختلفه، لا كاونت ما حماها.
البفر لو كانت فاريبل كانت راح تكون عليها ريس كونديشن. انتم صح حكيكم، بس فيها شغله واحده انتم مش منتبهين لها، انه البفر اري. بس انا ما بيهمني الاري فيها 1000 اليمنت، اذا كل ثريد بيشتغل على اليمنت مختلف ما بيهمني. انا بيهمني الريس كونديشن على نفس الميموري لوكيشن شيرد فاريبل. اما الاري ككل هي فيها 8 اليمنتس. احنا شو لاحظتوا؟ دائما عندنا واحد بكتب على واحد مثلا هون، الثاني بكتب على زيرو بقرا من زيرو. ما بصير انهم يكتبوا على نفس الواحد ويقراوا على نفس الواحد بنفس اللحظه. فهم صحيح انهم بيشتغلوا على نفس الاري، بس دائما كل واحد بيشتغل على سيبرت اليمنت من الاري، فكانهم كل واحد بيشتغل على فاريبل منفصل. فهي كثير تريكي، هي كثير بالامتحانات بغلطوا فيها الطلاب، انه انا شايف هون في بفر وهون بفر وجلوبال، واحد بكتب واحد بقرا شيء ريس كونديشن، حط حلها على الاندكس. تمام، تفضل. انه ممكن تروح القيمه اللي قراها لانه عمل لود، يعني الاثنين عملوا لود مع بعض، مثلا كانت القيمه 4، الاثنين قرأوا 4 اوكي، لكن واللود خلاص فكر حاله انه اموري تمام، لكن ما هو عارف انه الستور كان ناوي يعمل انكريمنت ويحط 5، فصف القيمه ممكن تكون 4 وممكن 5 حسب ايش، حسب الترتيب. فهذا ريس كونديشن، انا بدي اياه يكون دائما صح الجواب، ما بدي يروح عليه انكريمنت مرات. بس هون ليش ما صار عندي مشكله؟ لانه البفر فعليا انا بهمني كل اليمنت بحد ذاته، وهون ما عمرهم بيشتغلوا على نفس الاليمنت. حتى بالحاله اللي اول ما تبلش الكود بيكون عندي ان بي يساوي 0 واوت بي يساوي 0، فزي كانهم راح يشتغلوا على نفس الاليمنت صح، اللي هو اليمنت رقم 0. بس هاي برضو محميه، ليش؟ لانه لما يكون ان بي يساوي 0 بيكون الكاونت، او اللي هي بدايه الكود ما يشتغل، بيكون الكاونت نفسه 0، فالكونسيومر ما راح يقدر يدخل لحد ما انه الرايتر يكتب شيء، فراح يخليهم مختلفات. فهي هي الحاله الوحيده اللي كان ممكن يصير فيها خربطه، لكن محلول بالكود هون. متذكرين بالمحاضره الماضيه ايش حكيت؟ حكيت انا مشيت بطيء كثير بالريس كونديشن، ليش؟ عشان بدي تفهموا المشكله، اما حلها بسيط اوكي. المشكله بهذا يعني الريس كونديشن بالتحديد انك تعرف وين المشكله اصعب بكثير من انك تحلها. هسه راح تشوفوا حلها بسطر اوكي، لكن تعرف مين اللي بده حل هاي المشكله. يعني انت طيب اوكي، سؤال ثاني، لو حطيت، لو انه واحد قال البفر فيها ريس كونديشن وحل المشكله، اقول لك بسالكم سؤال بعد شوي، بس نحل المشكله هاي اول شيء. طيب تذكروا بسالكم عن البفر اوكي. طيب اسعب، اذا لحد الان شو اتفقنا؟ عندنا الكاونت في ريس كونديشن، البفر لا. طيب ايش رايكم بالان بي والاوت بي؟ ليش ما عليهم ريس كونديشن؟ ايه حلو حلو، هم جلوبال صح، لكن انا بدور هون على اليسار ما بلاقيش اي كلمه اوت بي، كله ان بي، وبدور على اليمين بلاقي فيه كلمه بس اوت بي، ما فيش ان بي. فصحيح انه جلوبال، بس انا ما بهم انه جلوبال، انا بهمني انه يكون هل بقراوا الثريد الثاني او لا. تمام، اذا ان بي واوت بي ما عليهم مشاكل، فمين صفه؟ الكاونت. طيب السي بالله، هاي سي بفر يساوي سي، لاحظ عندك سي هون بنكتب عليها بنقرأ منها، وعندك سي هون بنكتب عليها، مش جلوبال. ايوه ممتاز، مش جلوبال، فهي لوكال صحيح نفس اسم الفاريبل، بس مش مهم، انا بهمني تكون جلوبال. ممتاز جدا، ما شاء الله عليك، ممتاز كثير. فشايفين كيف الموضوع؟ طيب ادركنا اذا انه عندنا معناته طلع ايش؟ بس واحد منهم اللي ايش فيه ريس كونديشن، اللي هو مين؟ كاونت. لانه ممكن يكون يصير له كوربشن. شو يعني كوربشن؟ انه زي اللي حكيناه المحاضره الماضيه، ما هي يعني كاونت بلس بلس كاونت ماينس ماينس بيفرقوا عن اي بلس بلس واي ماينس ماينس؟ لا، تذكروا بالمحاضره الماضيه شفنا انه ممكن لما يكون عندك اي بلس بلس واي ماينس ماينس الجواب يطلع 4 او 5 او 6 صح، اذا ما كنا حريصين. نفس الشيء الكاونت بلس بلس والكاونت ماينس ماينس نفس الشيء بينطبق عليه. تمام، فاحنا عندنا فعليا ريس كونديشن. كيف حلينا الريس كونديشن؟ فاذا هيو بحكي لك انه ايش اسم المشكله هاي؟ ريس كونديشن. هذا كيف راح نحل المشكله هاي؟ انه ايش نعمل؟ حكيتها باول محاضره جاوبتكم. ايش نحط لوكس؟ اللي هو ايش، ليش نحط اللوكس؟ عشان ايش؟ نعرف الانكريمنت والديكريمنت انهم كريتيكال سكشن، ونعمل عليهم ميوتشوال اكسكلوجن. بدي هذول المصطلحات تصيروا ايش يعني، مجرد تفكير بعقولكم. طيب يعني بالانترفيو تقول له بنحط عليها لوكس مشان نحميهن،
يقول لك روح احمي شو اسمه مزرعة دار عمك، مش عندي تيجي تحمي. طيب فلا اسمه mutual exclusion، ونحط locks عشان نخليه critical section. اوكي لا انه ما بصيرش اذا مدام انه في ثريد جويت الكاونت بلس بلس ما بصير ادخل ثريد ثاني على الكاونت ماينس ماينس. عادي اعمل كونتكست سويتشينج بس راح يضل عالقان وين قبليها. هذا اللي حكيناه بالمحاضره الماضيه. فزي ما حكينا عندنا اللوك له هيك شكله، هاي بشكل عام بس انه عندنا لوك بعدين كريتيكال سكشن بعدين انلوك. متذكرين هذا الشيء؟ الكريتيكال سكشن عندنا هون ايش راح يكون جويتها؟ زمان كان اي بلس بلس، ايش ايش راح يصير؟ كاونت بلس بلس كاونت ماينس ماينس. تمام؟ هيو هذا الكود هسه صلحناه مشان بس ما تخربط. وشوف اللوك ايش اسمه؟ واي. وعرفت الواي وين؟ بالجلوبال فاريبل اللي هو ميوتكس واي. هذا داتا تايب موجود اخذناه موجود عندكم بالبي ثريد لايبراري. تمام؟ باجي بس بعمل هنا بعمل له لوك وبعمل له انلوك، هيك بضمن انه مستحيل يتنفذوا بنفس الوقت او يكون تو ثريدز ات ذا سيم تايم جوا الكونتكست سويتشين الكريتيكال سكشن. فبضمن انه هذا كاونت بلس بلس كاونت ماينس ماينس ما راح يصير عليهم ريس كونديشن، وبحل المشكله كلياتها. واضح؟ حد عنده اي سؤال؟ قديش اخذ الحل معانا وقت؟ دقيقه. الحل انك لما اتفقنا انه كاونت بلس بلس الحل صار لحظه، بس هي المشكله وين؟ نعرف وين المشكله. طيب ايش اسمه؟ ايه زي مبدا. لا لا شوي مختلف، شوي مختلف. طيب انا سالت سؤال، طيب انا سالت بسؤال بالمحاضره حكيت البفر، مش احنا قلنا في ناس ممكن يخربطوا ويعتبروا البفر عليه كريتيكال عليه ريس كونديشن لانه اسم الاري خلاص، بس هذا غلط صح؟ لنفترض واحد طالب حكى لك انه انا بدي اعمل لوك وانلوك وين؟ قبل البفر وبعد البفر. اوكي يعني هنا بالجمله هاي والجمله هاي، هل هذا غلط ولا صح؟ حلو حيشتغل ممتاز جدا، ما له لازم. بالتالي ايش راح يصير؟ بالتالي انه فعليا انت اضفت كريتيكال سكشن كامل على الفاضي، ما هو الكريتيكال سكشن بيمنع الثريد الثاني يشتغل، فانت فعليا خسرت بيرفورمانس. يعني انا فعليا عارفين بقدر اريح راسي وبدل كل العجقه هاي كلياتها، اذا اجاكم بالانترفيو وقالوا لكم ايش تعملوا قول له حط لوك هون باوله وحط انلوك باخره وبحل الكود، بس لا تجيبوا سيره انه اخذت الماده عندي خلاص اطلع اهربوا وتجيبوش اسمي. طيب وش طبوا رقمي؟ انه هذا فعليا بحل الكود اوكي، بس هذا سيء جدا لانه البيرفورمانس صاروا كانهم سيريال. طبعا انا ليش عملت ثريدنج الا عشان يكونوا ان بارلل؟ فانا قد ما بقدر اقلل الكريتيكال سكشنز بيكون افضل. اوكي بدي تفكروا انتوا بعدين تعالوا علي على الاوفيس اور او ابعثوا لي ايميل كمان ليش ما حطيناش لوك وانلوك هون على الكاونت ايكوال ايكوال 0 والكاونت ايكوال ايكوال ان، مع انهم بيقراوا. طيب المفروض يكون في عليهم تمام، بس هاي شوي مخربط. ايش مهم كثير هنا؟ هي ما بتحتاج، المفروض انه هاي بقرا اوكي، وعندك الثريد الثاني قاعد بكتب على الكاونت. ليش؟ لانه ما بيعرف الكاونت، لو دخل على اللوك ما راح يعرف. هو حتى اذا بقرا، قلنا اذا بقرا بس مجرد قراءه تحتاج تحط عليه لوك حتى قراءه. نعم لا ما بتحتاج لوك هون ولوك هون كمان، لانه انت حميت، يعني انت بهاي حميت هذا بس الجزء، بس ما حميت هذا الجزء، وهذا كمان ما انحمى من هون. مش مشكله هاي يعني شوي بتخربط، لانه هاي فعليا مش بالكريتيكال سكشن، هاي بتعتمد على طبيعه الكود. الكود عندنا في فيتشر صغيره، شفتوا كيف فيتشر انه البفر صحيح انه شيرد بس احنا ضامنين انه الاوت بي والان بي دائما بيشتغلوا على حدا مختلف. في فيتشر ثاني حمتنا من هون، بس مش مهم كثير. يعني انا اللي بيهمني اكثر شيء انه عارفين لو حطيت هذا، ليش انا ذكرت النقطه هاي؟ لو حطيت انلوك هون ولوك هون الكود صح، بس انت خسرت شويه بيرفورمانس. تمام بس هو صح،
اوكي حدا عنده اي سؤال؟ اي حدا عنده اي سؤال على الاشياء اللي حكيناها لحد الان؟ طيب احنا المحاضره الجايه خلاص صح ايوه المحاضره الجايه راح نبدا من هون من الاكزامبل الثاني تاع الريس كونديشن. ممكن يعني لو تطلعوا عليه انتم لانه هو بسيط زي الاشياء اللي اخذناها، بس بدي اياكم تشوفوا كيف انه هون في عندنا اي بلس بلس او عفوا اكس بلس بلس هون كيف انها ايش كيف انها ممكن تصير عليها مشاكل. تمام بس هذا لانه شبيه كثير بالاشياء راح تاخذوها بالاساينمنت. اوكي فالمره الجايه بنبلش من هون ان شاء الله اللي هي يوم الاثنين الاحد الجاي، فبالتالي انتم بتكون ريكوردينج تكونوا حاضرين ان شاء الله. طيب واللي ما كتب اسمه على الغياب يكتبه. الله يعطيكم العافيه.